بالك؟ يا كريم صلاة النبي يا شباب، استفتحنا زي الفل اهو، ربنا كريم. واحدة فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب، ويسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. تحياتي لكم جميعا، العيد خلص، كل سنة وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. النهارده شباب برضو انا بنسال يحيى ابني، انت حابب تتفسح فين؟ قال لي برضو عايز نتفسح في المحموديه، حب صيد السمك هو كمان، مش هو بس والله، هو وايه بقيه العيال يعني. فجينا النهارده برضو ايه نوع من الترفيه كده، انا وهو وامي، يعني برضو ايه بنقضي بقيه اجازه العيد. فانا النهارده حبيت نوصف لكم طريق المحموديه، لان ناس مفكره ان المحموديه هي نفسها دمنهور، هي المحموديه جزء من دمنهور مش هيعرف ايه يتجزأ منه، ولكن دي حاجه ودي حاجه. انا وصلت دلوقتي ايه في حدود الساعه 6:30 كده، يعني ايه خلاص المغرب نزلت اهي، فانا هنلحق نشتغل الشويه دول حداف او نظام كاستنج او حاجه زي كده. طبعا انا العده اللي انا هنشتغل بيها، انا ده عود 3.5 متر، حاطط عليه خيط 35، جوده كويسه، يعني البكره بتاعته في حدود 15 جنيه. ده مدور يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، فاصل بيه، وديت سبحه زي سبحه التسقيط اهي، عاملها بثلاث صنانير. ده كده رابط اول صنار فيها اهو، الصنار طبعا المستخدم معانا 5، ده الثاني وده الثالث. طبعا انا هنشتغل بطعم دود ارض، دي نظام التطعيمه بتاعتنا اهي. طبعا ده ايه حنش كبيره اهو او دوده كبيره، اشرب التراب كده بس عشان ما تتزفلطش من ايدي، دي كفايه ان انا ايه نشتغل بيها ايه شغل واحد يعني تنزل. طبعا بنسيب سنه كده من راس الحنش او من راس الدوده، وبنيجي سايبها وندخل بقيه السن كده، بندكك على قد ما نقدر وبنسيبها. دي كده اول واحده. الثانيه اهي، ودي التالت دودة. هنرمي الرمية دي مع بعضينا ان شاء الله، ربنا يرزقنا كده بحاجة مباشر، وبعد كده نشرح لكم ايه الطريق ماشي ازاي، لان بدايته من دمنهور ان شاء الله. خليكم معانا طبعا، اللي حابب يشوف الطريق هيبقى بعد الرمية دي ان شاء الله. طبعا انا ايه وانا قاعد مكاني كده ان شاء الله، بنفتح الرمية بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، نرمي بعيد كده عشان في ايه ناس بتصطاد بمراكب. الشغل بيبقى نظام قاست يا جماعه، بنسيب شويه. انا بالنسبه لشغل انا بنسيب شويه وبنيجي ايه بدأ نحرك. صلاة النبي يا شباب، استفتحنا زي الفل اهو، ربنا كريم. واحدة فوق اهيت واحدة تحت، لسه ان شاء الله هنخلوا التالتة ايه تضرب معانا ان شاء الله. صباحكم زي الفل بإذن الله. ها
طبعا لما بنشد بالراحه كده وبنطلع بالراحه بنسرق السمكه يا جماعه. لا الخيط يحس بيها، السمكه ما تحسش وما تكشفهاش من المايه غير وهي ايه وهي تحت منك. عشان انا بنشوف ناس بتعمل شمبانزات كده في المايه وهي ماشيه، بص لسه ما اتكشفتش اهي، نبدا نكشفها وهي فوق وهي عندي قدام مني خلاص، وهي طالعه تطلع مسنجه خالص. على البركه يا جماعه احجام زي الفل هي، وانا لو كنت صبرت كمان شويه كنت هناخد حته احسن من كده على الصنار التاني. بس طبعا احنا ايه بنقول يعني هو رزق من عند ربنا وكفايه. على البركه السمك كله ايه احجام واحده اللحظه دي. احتمال بقى ميزه المايه ديت ان هي تبقى السمكه بتاعتها بتشتغل كلها في وقت واحد، يعني النهارده كده الحجم ده فيما وانت طالع حجم جميل يعني على الكف الايد اهو زي ما انتم شايفين يعني. خليكم معانا يا شباب ان شاء الله اللي جاي احسن. يلا الميه. صلاة النبي يا شباب. على البركة يعني سمك حلو اهو. ما شاء الله لا قوة الا بالله العلي العظيم. خليكم معانا يا شباب. اللي جاي احسن باذن الله ومشيتوا. شر صغير اهو. الحمد لله احنا بنصوروا السمك الكبير يا جماعه وبنصوروا السمك الصغير. اه صح يا يحيى، انا بقى عاوز اصطاد. هتصطاد يا عم دلوقتي. السمكه دي نعملوا ايه، ناخدوها ولا نرموها؟ ناخدوها. نرموها؟ لا ناخدوها. نرموها. ناخدوها. نرموها. ماشي. طبعا يا جماعه اول ما الدنيا بتبدا تليل كده الحداف ما ينفعش عشان بتبقى فيه ناس رايحه وناس جايه. نبدا نشتغل بايه؟ الفوسفوره. ده الغماس ده اسمه غماس ثلاثه او اتنين او ثلاثه بتشتغل بيه. بنحط له طبعا تقال على قده قيمه ثلاثه اللي هو 30 جرام يعني. انا طبعا وزن بالايه؟ وزن بتقاله واحد ومعاها ايه؟ تقاله ثانيه صغيره. ده مدور. بعد المدور بنحط سناريه زي ما انتم شايفين اهوت، يعني اقل حاجه مثلا ايه تكون 30 سم او 40 سم او 50 سم، ازيد من كده ماشي. طبعا من طعم التطعيمه بتاعتي عاديه خالص اللي احنا متعودين عليها. بس يا ماما انا مش قرصتني. بنظبط بقى انا العيار بتاعي على حسب، انا شغال طبعا بنظام الفله الحره. انا كنت شرح قبل كده الفله الحره، ولو حابين يعني نشرحها لكم مره تانية ادعمونا بالتعليقات. حط الطعم بتاعي طبعا عشان في ناس شغاله بالمراكب هناك اهي لو انتم شايفينها. فالفله بتظبط لي الايه الموضوع شويه. بس نبدا طبعا نرمي. الرميه بتاعتي بقى على حسب انا ايه حافظ المكان هنا في شيم بتاع، فايه واحده يمين واحده شمال. هنجيب كده الاول انا من اول ايه من اول تلت المايه كده، لحظه هنجيب من اول تلت المايه كده وانا ايه وانا جاي ماشي. يا لولو هتصطادي؟ يلا انا عاوز بقى لولو. اسبح ما شاء الله لا قوة الا بالله. نور اهوت مطلع ضرب سمكة حلوة. حط كفك كده عليها كده نور. ما شاء ايوه ايوه كده يعني قربها على كفك. هات نور. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا نور عايز تقول حاجة لأصحابك؟ كل سنه وانتم طيبين، قول لهم. من الصبح ما اصطدتش حاجه في الليل. الصبح انت ومين؟ انا النور.
ماشي نور اهو تعطل الصناره واصطاد سمك. ماشي يا يحيى. الاثنين الصيادين احلى صيادين في الدنيا. الله طبعا يا جماعه الله على السمك يعني الجميل ربنا قعدنا رزقنا بيه بالكام ساعه اللي قعدناهم دول كده الحمد لله يعني بارك الله في مرزق. نشرح لكم بقى قصه المحموديه وطريق المحموديه وميات المحموديه. يلا خليكم معانا. طبعا يا جماعه دي اول علاقه بين دمنهور وبين المحموديه، ان انت لو عايز تروح المحموديه عن طريق الطريق الزراعي بتاع دمنهور، في طريق تاني من رشيد ده ملناش دعوه بيه، من نادر لما حد بيدخل. دي اول حاجه هتقابلك اليافطه دي، ده منهور المحموديه 15 كيلو كده لو انت داخل من ايه، من على الطريق الزراعي بتاع دمنهور من بره او الطريق ده. في دخله تانيه من داخل دمنهور او من عن طريق كوبري فلاقه، هي نفس الشيء اللي هي من الطريق اللي ايه اللي بعد المطب ده. بص خليكم معايا لحظه، هتلاقيه ايه في دخله يمين كده، دي برضو دي كده الدخله اليمين دي تدخلك برضو دمنهور، ودي برضو طريق تاني للمحموديه من دمنهور. بس انت ايه يعني ده هيبقى صعب عليك شويه، ده عايز اللي هم اصحاب البلد. مكان السرفيز اللي طالع ده كده الابيض هو انا سبقته. ترجع تاخد الطريق ده كده هو مع الملف، تفضل ماشي على طول لا يمين ولا شمال لحد ما يقابلك المايه اللي جايه دي. خليكم معايا لحظه، هتفضل ماشي لحد ما يقابلك المايه دي. المايه دي كده يا جماعه اللي هي جايه من المحموديه، دي جايه من المحموديه مباشره، دي كده رايحه لحد توصل لحد زاويه الغذاء، بعد كده بيقابلها مايه تانيه جايه من كفر الزيات، تفضل ماشيه لحد ما توصل لاسكندرية. طبعا بعد ما بنعدي كوبري زعفاء بندخل بقى على النير الكبير البحر، شوفوا منظره عامل ازاي. دي برضو الحته اللي على الشمال دي، استنى هنجيب لكم الكاميرا عليها اهي. تمام شوف النير، بسم الله ما شاء الله النير الكبير اهوت ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحته برضو اللي على الشمال دي كده في ايه برضو محطه كهرباء تانية، ده بقى النير الكبير الواسع. طبعا انا خدت الملف ورجعت عشان اوريكم، دي كده اول دخله للميه، شوف بقى على النيل اهو
اهوت اللي احنا ورناه لكم بعد ما انا ملفيه وريت لكم اول دخله، دي تاني دخله، دي محطه بقى الميه بتاخد من النيل بتدي للايه المحموديه. في كمان لسه هي، وادي تالت دخله. شوفوا بقى الميه دي بيديها كام دخله للنيل، دي طبعا تالت دخله. كل دي محطات ميه اللي هي بتدي طرعه المحموديه باكملها. ده طبعا الفرع ده كده اللي هو رايح لرشيد، اخره طبعا البحر الابيض المتوسط، وكل بقى التفريعه دي كلها اللي بتدي ايه ميه المحموديه كلها زي ما وريتها لكم. نيجي بعد كده ندخل على كوبري زحفان، وانا بنعدي كوبري زحفان انا كده راجع تاني من عند النيل، يعني ايه انا طريق من دمنهور حاجه تانية، ده كده من طريق فوق. يا محمد يا فايز، ادخل انا بقى شمال على الكافتريات كده. طبعا دي نهايه الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.